غرام زبده طريه بوماد مع ملعقه اكل السمن نخلطها مليح، نزيد 250 غرام سكر حرش ونخلط مليح مليح حتى نحصل على كريمه طريه مرهمه. كريمه طريه نضيف اليها الدقيق الرقيق مغربل مخلط مع وحده خميره تاع الكاطو وقرصه ملح اللي قلتها لكم حتى يجمع العجين تدلك جيدا لمده 15 دقيقه ترتاح. 15 دقيقة بعد 15 دقيقة مباشرة نشكلها كرات مثل حبة المشوك أو هرم كما تحبوا، توضعها في صينية مدهونة بالزبدة مرشوشة بالفرينة، ندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة لغاية 20 دقيقة 160 درجة. الغريبية السر تاعها خلوه أبيض، الغريبية خلوها بيضة، خلوها أبلون، خلوها أبلون ما تخلوهاش قاسية، معناتها خلوها بيضة ما شاء الله. 250 غرام دقيق رطب، 500 غرام رقيق رطب، 250 غرام زبدة طرية بوماد، 250 غرام سكر حرش، ملعقة أكل السمن بوماد، واحد كيس خميرة كيميائية، رشة ملح. إذا شكلوها بولات، نضعها في صينية مدهونة بالزبدة مرشوشة بالفرينة، من 15 دقيقة ل 20 دقيقة ندخلها في الفرن 160 درجة ونخلوها بيضة. راح نعطيكم الوصفة، نعم ثاني وصفة الغريبية كذلك في جفنة، نديروا كاس زبدة بوماد، هذه رقم اثنين كاس زبدة بوماد، نزيدوا لها زوج كيسان زيت، كاس زبدة في الجفنة نزيدو زوج كيسان زيت ونخلط الزيت مع الزبدة حتى تولي اون كريم، نزيد لها زوج ملاعق أكل فاني، زوج ملاعق أكل فانيليا، زائد كاس ونص سكر رطب ونخلط، زائد كاس ونصف سكر رطب ونخلط مليح، زائد ثلاث ملاعق أكل جلجلان محمص مطحون، زائد ثلاث ملاعق أكل جلجلان محمص مطحون، نخلط الكل ثم نضيف الفرينة حسب الطلب أو حسب الحاجة، خلوها طرية ثم نحللها باليد. فوالا خبزة على طاولة العمل وتقطع ببراسلي ولا بورت بياس مدورة صغيرة قطر ربعة، تقطع دوائر ثم نضع في القرفة على شكل خطوط، نضع القرفة على شكل خطوط ونطيبوها مدة 15 دقيقة 160 درجة. إذن كاس زبدة بوماد، زوج كيسان زيت، زوج مغارف أكل فاني، كاس ونص سكر رطب، ثلاث ملاعق أكل جلجلان محمص مطحون، الفرينة حسب الحاجة ونطيبوها نفس الشيء 15 دقيقة في الفرن 160 درجة وخلوها أبلون. نعطيكم الغريبية رقم ثلاثة، جبت لكم ثلاث أنواع من الغريبية. عندنا كيلو فرينة، المقادير كيلو فرينة 250 غرام مارغرين طرية، 250 غرام مارغرين طرية، واحد خميرة كيميائية، 300 غرام سكر كلاسي رشة ملح، 300 غرام سكر كلاسي رشة ملح. نروحوا لطريقة التحضير، نستعمل كيلو فرينة نزيد لها 250 غرام مارغرين طرية ونبسسها مليح، نبسس مليح كما نخدمهم كما السابلي، كيلو فرينة مع 250 غرام مارغرين طرية ونبسسهم مليح مليح مليح، بيان سور الفرينة تكون مغربلة، لأن كاين الفرينة تشرب كاين الفرينة ما تشربش، نخلطوها مليح نبسسهم كما السابلي. فوالا أكيد الكيلو فرينة نزيد له واحد خمارة كيميائية، نخلطها مليح، من بعد نديرو 250 غرام مارغرين طرية ونخلط مليح، ومن بعد نزيد له 300 غرام سكر كلاسي، ومن بعد نخلط خلط مليح فوالا حتى نتحصلوا على اون بات ما شاء الله. كيلو فرينه 250 غرام مارغرين طريه، واحد خميره كيميائيه هو اللي يخليها عند الطراوه، واحد كيس خميره كيميائيه، 300 غرام سكر كلاسي. نستعمل الفرينه مخلطه مع الخماره، من بعد نزيد لها 250 غرام مارغرين طريه فوالا، نبسسها مليح فوالا ونخليها ترتاح، بعد نشكلها دي بيراميد ونطيبهم نفس الشيء 15 دقيقه في الفرن 100 160 درجه
ونديروا حفره بالصبع الصغير، نعمل حفره في الوسط في الهرم وندير نعمرها بالقرفه، واللي حب قرفه ما تكونش مطاشيه يستعمل شويه قرفه مع شويه زيت، خلطوا شويه قرفه مع شويه زيت تولي كشول السائل الليكيد، نعمروا فيه بالوسط فوالا تجينا ما شاء الله. هذه سر ما شاء الله، خلطوا القرفه رقم واحد البنيه قرفه كانيل مع شويه تاع زيت حتى يولوا كيما الكريمه، نملاهم في الوسط وتجينا الشكل ما شاء الله. اذا كانت اذا درتي كيلو فرينه مع 250 غرام مارغرينا طريه مع واحد خميره كيميائيه مع 800 غرام سكر كلاصي وشتيها ما تلمتلكش، عارفي باللي الفرينه من النوع البني هذاك اللي شويه ماهيش بيضاء اللي فيها الجلوتين ناقصه جلوتين ومعناتها تشرب بزاف. هنا واش نضيف؟ ضيفوا كاس وربع تاع السكر بشويه، كي كملوا كامل العجينه وخليت شتيها قاسيه زيدي لها كاس وربع تاع زيت، كاس وربع تاع زيت، زيدوا كاس وربع تاع زيت ونعاود نلم بها العجينه ومن بعد نشكلها ونطيبوها من اروع هذو انواع الغربيه. اذا هذه الوصفات في متناول الجميع. احنا رايحين ندو فاصل عاد نولوا، بقوا معنا. راح نعطيكم جبت لكم طبق رئيسي اللي راح نديره خطره، باب الحلويات، باب الطبخ عام، لا كوزين اكزيكوتيف، مطبخ تنفيذي عام، ونديروا الحلويات الطبخ وحلوى صالي سكري. عندنا طبق رئيسي في متناول الجميع خفيف وظريف، راح نديروه بزوائد الدجاج، طبق رئيسي بزوائد الدجاج. في طاجين نستعمل رطل بصل جوليان ايمانسي شرائح، نستعمل رطل بصل شرائح قطعه رقيق، نعمله في طاجين ملح ومغرف زيت فلفل كحل، ملح مغرف زيت فلفل كحل، خلوا ذاك البصل مده نص ساعه على نار قليله يتقلى يتقلى حتى يولي يطلع كامل العصير تاعو، ما يوليش كراميليزي، يولي ابيض شفاف ويطلع كل العصير تاعو. هنا نزيد نسكرفد جوج حبات طوماطيش طازجين، نسكرفد جوج حبات طوماطيش طازجين رابيهم، ونزيد شويه تاع كمون شويه راس الحانوت، نغطي الطاجين ونخليه فن الحق تاع حق العصير طماطم، نخليه يطيب ما شاء الله. هنا واش ندير؟ هو راه يطيب مدة 14 دقيقة 15 دقيقة طماطم، في ديك 15 دقيقة روح أنا عندي رطل بطاطا، كيما عندي رطل بصل عندي رطل بطاطا. هذاك الرطل تاع البطاطا قط نقيه، البطاطا البيضاء مش الحمراء، قطعها دوائر، من بعد رمدها في الفارينة ونقليها في الزيت، رمدها في الفارينة، نزع الفارينة الزائدة تبقى بيضاء مغبرة كيما القطن، تبقى بيضاء كيما الثلج، بعد نقليها في الزيت. كي نقليها في الزيت تبقى طازجه تبقى خضره، ندو غير الشكل الفوقاني احمر، من الداخل مازلت خضره، بوم دو تير مازلت خضره، نقليها ونحطها هنا في شاش تكتر ولا في ان بابي تمص الزيوت. اذا هذاك البصل والطماطم بصل 30 دقيقه على نار قليله والطماطم 15 دقيقه، نطفي عليه ومن بعد والبطاطا تاعي راه هنا تشف، نروح ندير مقله وندير هذوك لي زابا كيلو كيلو لي زابا بالكبده بالمقنزه بالزوائد هذوك، نقطعهم ونغسلهم، ومن بعد واش كي نغسلهم؟ نغسلهم بالماء والملح والخل، بالماء ملح خل، ماء ملح خل، نغسلهم مليح دوم يقطروا مليح ونقطعهم لواحد التقطيع. ندير كاس تاع زيت فقط، كاس زيت في المقله، نديروا خمس دقائق لما يسخن نحط هذوك لي زابا يكونوا قطروا ما يكونش بالماء تاعهم، لان قطره الماء اللي تكون في لي زابا في زوائد الدجاج لما نحطها في لابوال في المقله وهي درجه الحراره والقوه تاعها ساخنه يثبت تفاعل ما بين الزيت والماء وبالتالي تبقى قاسيه المقنس. خليهم يقطروا ذوي الدجاج، خليهم يقطروا مليح يشفوا، من بعد نحطهم في ذاك الكاس تاع الزيت ونقلهم نقلهم حتى يتجمروا. كي يتجمروا ننزعهم بالكيمور بالصفايه يعني ننزعهم كامل ونحطهم في ذاك الطاجين فوق البصل فوق الطماطم، نوزعهم فوالا. من بعد نشعل على الطاجين ومندير قطره ما منكاش، مستحيل باش ندير ولا قطره ماء. نعلموا المبتدئات بدايه مشوارهم في هذا المجال، بناتنا ولادنا حتى عرايسنا هذو الجدد حتى بعض السيدات حتى حنا دي شاف عندنا خبره وتجربه ونتعلموا ولما لا. نغطي الطاجين ونخليه يقعد 15 دقيقه على ناقله،
إذن هذاك عصير البصل لما يمزج مع عصير الطماطم بالتدريج يعطي بنة لهذوك لي زابا وما نديش الماء بالعكس احنا انا كون نصيب نزيد نقلع هذاك الماء تاع البصل وتاع الطماطم خليه يتجمر يتجمر واحد 15 دقيقة لغاية 20 دقيقة كي نشوفوه يتجمر وراح ينشف نحكم ذيك البطاطا اللي رمتها في الفرينة وقليتها دوائر والدائرة ما تكونش رقيقة الدائرة تكون 2 مليمتر حتى 3 مليمتر السوق شوية عريض 2 3 مليمتر متساوية ماشي وحدة رقيقة شفافة ترونسبارون وحدة 2 مليمتر وحدة 1 مليمتر لأن الطبق يجينا كيما الراكو كل جواز بالعكس ناخذ المقاييس عن أبعاد وهذو التقنيات إذا 2 مليمتر أو 3 مليمتر تكون نفس العرض تاع البطاطا بعد ما درمتها في الفرينة وقليتها في الزيت نحطها فوق لي زابا وندير ربطة تاع معدوس مقطع رقيق رقيق نحطها فوق ديك البطاطا ونحط ألمنيوم فوق هذاك البطاطا فوق الطماطيش نعاود البصل تعسل ولا كغاملي شويه معسل من بعد الطماطيش مسكرفجه خطت حقها ومن بعد لي زابا بعد ما قليتهم في الكاس تاع الزيت في المقله ستفتهم ومن بعد ندير البطاطا المعدنوس نغطيهم بالالمنيوم كامل ذاك الطاجين نهبطو نيشان على مستوى سطح هذوك لي زابا البطاطا اللي قليتها والمعدنوس نغطي بالالمنيوم ونعاود ندير الغلاق من فوق خليها يا ربي 5 دقائق تشم النار برك ولا 6 دقائق ونطفي كي نطفو ما تتكلش في الفم خلوها تشرب مده نص ساعه اروعه ما شاء الله ما بصحتين بالراحه تاعو بالنار الهادئه والمجمره يصبح لنا الطبق رائع 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 ونقدم هذا الطبق الرئيسي بزوائد الدجاج من أروع ما يكون وصفات اقتصادية في متناول الجميع مش دائما كل طبق رئيسي يكون إلا باللحم ولا بالدجاج ولا وإلى آخره احنا دائما نراعوا هذه الأمور عندنا بسبوسة كذلك بسبوسة فان الشباب بزاف عندنا كاس ماء كاس عصير البرتقال كاس ماء كاس عصير البرتقال كاس ونص سكر مبشور حبة برتقال هادو يغلو مدة 15 دقيقة كاس ماء كاس عصير البرتقال كاس ونص سكر وحبة مبشور البرتقال نديرو في كسرونات ثقيلة ماشي تاع مصادقة عليها لازم تكون ماشي مقلة ماشي كسرونة ولا طاوة كسرونة تكون رقيقة وغير مصدقة عليها نجيبو إن كاسون دوك الثقال تاع لا غاسترو ثقال ندولها تغلي مدة 15 دقيقة نتحصلوا على أن سيرو من أروع ما يكون نحطوه بجهة في إناء نضع 3 حبات بيض زائد كاس سكر زائد كاس سكر نخلط 3 حبات بيض مع كاس سكر بالباتير مليح 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 مدة 5 دقائق ثم نضيف نص كاس زيت ثم نضيف نص كاس زيت ونضيف ملعقة أكل ربع التمر كاس زيت زائد ملعقة أكل ربع التمر ونزيد نضرب نضرب ونضيف كاس فارينة ونضرب بالباتير وكاس السميد متوسط ونضرب بالباتير ونزيد كاس نواة كوكو كاس نواة كوكو ونخلط مليح نزيد ملعقة أكل فاني ونخلط مليح نزيد واحد خميرة كيميائية زائد رشة ملح زائد ملعقة أكل مبشور الليمون ونخلط مليح فوالا من بعد نجيب الصينية نحط هذا الخليط نخلي يقعد 10 دقائق في الصينية ومن بعد نطيبوه 200 درجة مدة 30 دقيقة لما نخرج البسبوسة تاعنا نعسلها بالسيرو تاعنا من أروع من أروع 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 البسبوسات نحطها لوليداتنا شرب القهوة تاع الصباح ولا الفترة المسائية ولا بالويكاند لما يجون الضياف هذه من أحلى 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 الوصفات الاقتصادية مستمعنا وجيراننا ندو فاصل ونعاودوا نولوا جبت لكم نوغا أنا كنت سيتها في بيتي إن شاء الله بعد ما تدونوها إذا كانت ناجحة دعونا بدعوة الخير إذا كانت ماشي ناجحة راه فيها خلل ربما أنت غلطتي في الوصفة أنا جربتها مرتين في بيتي هذا الأسبوع أنا لما تكون عندي مقادير نحب لما نحل بلانكار نشوف النخالة مثلا ولا نشوف الشوفان ولا نشوف شوية كوكب قشور ولا نشوف أي مقادير نحب ندير نتفكر مدة 10 دقائق
على كرسي ونشرب فنجان قهوه ونقول حبيت نبدع في وصفه، حبيت نكري وصفه ببسيط بمقادير بسيطه. في كسرونة ما تخش العقل، لكن نوقة من أروع ما يكون. أنا درتها بلمستي حتى يديرها أي واحد، تبقى دائما الوصفة. أي شاف لما يكري وصفة أو يبدع وصفة أو يحترف في وصفة أو يزيد بعض التعديلات، فتبقى لصاحبها الأول مهما داوها عليه، فتبقى دائما لمسة الشاف الأول. أنا ولا أنت ولا أنت ولا أي شاف. إذن في كسرونة ثقيلة ولا في طاجين ثقيل، ندير كيلو سكر حرش كالسكر طب، كيلو سكر حرش كالسكر طب، زائد نص لتر ماء، زائد نص لتر ماء، بمعنى زوج كيسان ماء. كيلو سكر حرش، كاس سكر طب، زوج كيسان ماء اللي هما بالمعنى زوج كيسان ماء هما نص لتر ماء. ندير على نار متوسطة مدة 20 دقيقة، أقل من المتوسط 20 دقيقة، تحصلوا على واحد السيرو. لما يصبح سيرو أبيض نرمي فيه هكا كسخون، نطفي ونرمي فيه نص مغرف قهوة حامض السيتريك، نص مغرف قهوة حامض السيتريك، ونطفي نرمي فيه. أولا نطفي، ومن بعد نزيد نص مغرف قهوة حامض السيتريك فوالا، ونخليه بجهة، نخلي حتى يدفى ربع ساعة، حتى ربع ساعة. نرمي فيه 300 غرام كوكو محمص مقسوم على اثنين، نرمي فيه 300 غرام كوكاو، 300 غرام تاع كوكاو، ننزع القشرة ونقلع ذاك الروشين اللي في الوسط، نقسم كل حبة تاع كوكاو على اثنين، كل حبة مقسمة على اثنين، نرميها في ذاك السيرو، نتخلط مع مع السيرو مع الكوكاو. من بعد نفرش بلا زجاجي، والعفو، ومن بعد نزيد له 3 ملاعق اكل نخاله، 3 ملاعق اكل نخاله، نضيف مع ذا الكوكاو 3 مغارف تاع ماكله نخاله. انا نشي نخاله ندير بها خبز الدار مطلوع الدار، لما شت كميه قليله تقريب كاس، مش راح يدير لي مطلوع للعائله 5 و6 ولا، قلت انا 3 ملاعق اكل واش ندير بها؟ نعقد بها الشربه لنجرب، لنجرب. ندير بها بعض التتبيلات، نزيدها في كحشو، نزيدها في مع نحمصها مع اللحم المفروم، نديرها مع البصل. قلت انا نجرب النوقة، جربت النوقة بثلاث مغارف اكل ما محمصة بنا هكاك نخالة، خلطها مع ذا الكوكاو. من بعد نحكم بلا زجاجي، بلا تاع الكراتة تاع الزجاج تاع نيميرو 8 الكبير اللي 8 اشخاص، نفرش فيه السوليفان كامل في الوسط من ومن فوالا على الكامل، بلاستيك هو بلاستيك شفاف. نفرغ الخليط ونمشيه هكا بحلال صغير، ولا نمشيه بمغرف تاع اللوح، ثم نغطي بالبابي بلاستيك، نعاود نسويه كامل تقريب 1 سنتيمتر في الاعلى، مامبا واحد 7 ملم. من بعد نغطي بهذاك السيليكون كامل اللي زايد على اليمين على اليسار على الجهتين كامل، يمين كامل على الاسفل فوالا. ويبقى مدة 10 ساعات، ممكن 4 ساعات، من 4 ساعات ل10 ساعات. من بعد يقسم مربعات او مستطيلات. اذا جربوا هذه النوقة ما شاء الله، كنت جربتها بالنخالة كانت ناجحة، جربتها المرة الاولى ناجحة، المرة الثانية كانت اروع من الاولى. اذا دائما الروح والنفس واحد لا باسيونس، واحد لا فولونتي، الاراده والصبر يخليك الدائره توسع، ويخليك دائما تحترف في الوصفات وزيد تجتهد اكثر واكثر. اذا وصفتنا اقتصاديه في متناول الجميع، وكذلك احنا دائما نراعوا المقادير البسيطه، وراعوا دائما العائله. دائما انا مفهومي يروح مباشره اللي يسكنوا في البيوت الريفيه، العائلات الفقيره، العائلات المعوزه، اللي يكون ما عندهمش راتب شهري، اللي يكونوا مساكين محتاجين، يكونوا في ظروفهم القاسيه. فاحنا دائما
نوجه لهم رسالتنا ونقول لهم أنا مهتم بكم كثير 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 كثير. مثل ما قلت في البداية احنا دائما ننصحكم ونقول لكم كل ما هو اقتصادي, كل ما هو وصفات اقتصادية في متناول الجميع, وصفات تكون بسيطة, مثلا تزيد لكم ماكلة علاش نرموها نعاود نسخنوها بطرق مثلى وكيفاش نعالجوها. مثلا الطبخ يتمشى مع تدابير ومع تقنيات وإلى آخره. أنا جبت لكم مشروب العنب, لكن هذه المرة مشروب العنب أروع. العنب هذاك الحمر اللي يتباع برا اللي ما نقولوش كيفاش اسكو هو بيو طبيعي مشي طبيعي. المهم عندنا رطل هذاك العنب, العلوف تاع العنب ليكون في علمكم حسب دراستنا لهذا العالم, حسبنا كمحاضرين كأساتذة محاضرين كأساتذة أكاديميين في هذا المجال. فهذاك العظم يساعد في المعدة وفي النمو المعدة يساعد, كي اللي يقول لك نقلع ذاك العلف بالعكس هذاك يساعد في العظم في العمود الفقري ما شاء الله. أنا كنت اتصل دائما مع في واحدة الأكاديمية السورية للطهاة المحترفين حول العالم, عندنا جروب نديروا فيه محاضرات, نديروا فيه لقاءات في المهرجانات, لقاءات عن بعد, نديروا محاضرات دروس وصفات تبادل الثقافات والوصفات ما بين كل دولة عربية في العالم, في تقريب 2000 شاف. فعندنا أستاذ رياض محمود, تحية كبيرة لأستاذنا حتى رغم أنه مش يسمع فيه لكن من أحسن الأساتذة في العالم العربي, مقيم بإسطنبول في تركيا. سألت على العلوفة العنب, فهو دكتور في علم التغذية ودكتور إكزيكيتيف, فقال لي الشيخ مصطفى العلوفة تاع العنب احنا في الطاولة دائما احنا العرب نقلعهم نقولوا بالك العلفات شوية أكبر من حبة القمح فربما تهلك في المعدة, فقال لي عندها مفعول رائع وفيها فائدة إيجابية. شكرا للأستاذ الكبير. عندنا رطل تاع عنب وعندنا زوج حبات جزر. رطل عنب نديروه في طاجين ونزيدو له زوج حبات الزرودية متوسطين مسكرفجين, إذا كان فيها اللب عاصي حافظوا مدي قلعوه, إذا كان طرية فيها المية تاع المسكرة سكفجوا شي حبة زرودية. رطل العنب هذاك الأحمر تاع برا ومبشور حبة ليمون لوزاز دو سيترو تاع وحدة سيترو تاع حبة ليمون, نديرو لها كس ما فقط, نديروها في طاجين تاع حديد ونجيبو براد ميكسير ونميكسي نميكسي 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 بكاس تاع ما فقط ونميكسي مليح. لما نميكسي رطل العنب شي حبة جزر مسكرفجي في سكرفج رقيق وكاس ماء وملعقة أكل مبشور ليمون, ملعقة حبة مبشور ليمون, نميكسي نميكسي مليح, كي نميكسي نعود نحطها في طاس زجاجي كبير تاع دو لتر ونزيدو له ربع كيسان تاع ماء بيان غلاسي, نزيدو له ربع كيسان ماء بيان غلاسي ونزيد علبة ياورت بذوق الخوخ, علبة ياورت بذوق الخوخ. هنا بعد آخر مقدار ندير فنجال لاتاي سكر حرش, فنجال لاتاي سكر حرش او فنجال لاتاي عسل او فنجال لاتاي عسل, يا فنجال تاع لاتاي عسل, الا ما عندكش فنجال لاتاي عسل ندير فنجال لاتاي تاع سكر حرش, نخلط مليح في الطاس من بعد نحطها في الثلاجة كي تبرد اللي حاب يصفيها يصفيها, اللي حاب يشرب هذا المشروب مشروب رائع جدا في متناول الجميع. معناتها احنا العنب دائما ناكلوا على في الغداء وفي العشاء دائما على شكل العفو على شكل فاكهه, فنشربوا على شكل مشروبات حتى نعودوا اولادنا واطفالنا ماشي غير المشروبات الغازيه اللي فيها لي برودوي شيميك غير من برا والتسممات, ونقولوا روحنا بلي برودوي شيميك وبلي كولور اليمونتير وبهذاك لاسيد دو سيتريك, فنحاولوا الفاكهه كي تزيد رطل نديروا مشروب بارد ولما لا ونشربوا مع عائلتنا. جبت لكم كوكا العجينه, ربع كيسان فرينه, ربع كيسان فرينه, كاس مايزينا, ربع كيسان فرينه, كاس مايزينا, كاس سميمدة رطبة, 200 غرام العفو 20 غرام ملح ليا, ملعقة قهوة بومبي معمرة هرم ملح, ملعقة قهوة ملح, فنجان شاي زيت, زوج ملاعق أكل سكر,
ملعقة أكل ونصف خمارة الخباز ماء دافئ. نعود الكوكا العجينة 4 كيسان فارينة، نفس الكاس تاع الفارينة كاس مايزينا، كاس السميد رطب، ملعقة أكل ملعقة قهوة مملوءة ملح، فنجلتي زيت، زوج مغارف أكل سكر حرش، ملعقة أكل ونصف خمارة الخبز لا ليفيغ بلونجير، زائد ماء دافي. نستعمل العجينة ما شاء الله عادي، تحصل العجينة طرية ملساء، نغطيها بالبابي فين سيليكون، هذا بابي فين، ونحطها ترتاح مدة نص ساعة. الحشو عندنا 250 غرام لحمة فروم مطي على الشكل الحشو تاع البوراك مع حبة بصل ملح فلفل كحل قرفة كيما البوراك أروع. بصل ديروا حبات بصل مربعات، نقلوهم بشوية زيت وزبدة، مغرف زيت مغرف زبدة، نقلوهم مليح، من بعد نديروا ملح فلفل كحل قرفة، ونزيد 250 غرام لحم مفروم، ونحطها أبجها من 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 أروع ما يكون. هنا العجينة نحللها، كل بولة فيها 50 غرام، كل بولة 50 غرام، نحل هذيك البولة في الوسط ندير الحشو، من بعد نغلقها مليح نثبتها مليح، ومن بعد نحطها على جهة من الفوق، ندير شوية صفار البيض مع الموطرد، صفار البيض نمزجو مع الموطرد، نبنسي كامل من الفوق، وندير حبة زيتون سوداء في الوسط، نص يكون داخل في العجينة والنصف يكون من برا. من بعد نجيب شوية جلجلان محمص ولا شوية سانوج ولا حبة الحلاوة حبة الطيبة من الفوق، ونخليها تخم ترتاح 20 مينوت ونطيبوها ما شاء الله، تتقدم مع مشروبات باردة منعشة. ندو مقطع ولا فاصل ونعود نقولو على الفور. دائما في النهاية نعطيكم بعض التدابير بعض التقنيات، أنا جبت لكم تدبير عجالة في دقيقتين باش نخدمه من عمر هذا البرنامج. لما تكون اللي تفكر باش تدير فطر والعشاء وما تسيب والو، كان حاجة واحدة تحكم رطل البصل تقطعوا مربعات ديروا في الروبو وتميكسي مليح، تميكسي مليح تولي كمية العصير أكثر، تحطوا في طاجين صغير دلو ملعقة زبدة ملعقة موطرد، ملعقة زبدة ملعقة موطرد، وتحكم له ملعقة صغيرة فلفل أسود، وتخلط الملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة أكل خردل لموطرد، وملعقة أكل زبدة، تخلي مع ذاك الرطل تاع البصل فوالا. يكون عندها أي نوع من الخضرة، اي نوع من الخضره، يكون عندها شويه لوبيا ماشطو، يكون عندها رطل بطاطا، يكون عندها زوديه، تكون عندها باذنجان، تقطعهم تبلهم بشويه تاع زيت ملح فلفل كحل، تبلهم مليح زيت وفلفل اسود براج براج دي تخونش، من بعد تغطسهم في ذاك الخليط يقعدوا نص ساعه. بعد نص ساعه تجبد هذاك تجبدهم هكاك مشمخين بذاك البصل ذاك الخليط، ترمدهم في الفرينة ولا في السميد، وديرهم في الكوشة في بلا، ودير عليهم شوية تاع زبدة، وتخليهم يتحمروا أروع، يتقدموا رفقة سلطة، يتقدموا رفقة أي ماكلة مزايدة ما شاء الله. فما تبقى نستعملوا هذاك البصل مع الفلفل الأسود مع الموطارد والزبدة، هذوك ما تبقى نستعملوا في قارورة زجاجية غطاء تحكيم ثابت، ونديروها في الفريزة تبقى مدة 10 أيام. كل ما تكونش عندك أي أكل، أي ما عندكش ماكلة، ما عندكش لحم، ما عندكش خضرة، ما عندكش باش ديري هذه التقنية. خضرة قطعيها أبراج، بنسيها بالزيت وفلفل أسود، ومن بعد تخليها تشرب بالزيت وفلفل أسود، رشها ملح ما تقويش بزاف، غطسيها في هذاك البصل اللي ميكسيناه مع الموطارد كاع، غطسيها كامل الداخل، طلعيها رمديها في الفرينة ولا في السميد، دخليها في صينية ما تقليهاش، ديري شوية صينية شوية زيت وشوية زبدة، حطيها ودخليها في الكوشة، تحمر وتتقرمش، أروع ما يكون، صحية 100%، اقتصادية، مقادير بأقل تكلفة، نقدروا نهتموا بكم ونعالجوا كل هذه نعالجكم كل هذه المقادير، لأن هذه المهنة مهنة شوية صعبة ومهنة شاقة، لازم فيها الحذر وفيها الاهتمام أكثر، ودائما دائما دائما نهتم بكم حتى نوصلكم كل الفكرة وكل رسالة، إن شاء الله تكون وصلتكم. حتى إذا كان عندك مقارون يابسة، يكون عندك مثلا ماشي رطل، يكون عندك كاس ولا كيسان، تحطيهم في ذاك البصل، غمرهم الداخل وغطيه، خليه يقعد نص ساعة، ومن بعد كي يصفي هذيك المقارين المقارون صفيها، ومن بعد فين ديرها في الكوشة
فان فكوشة مع زبدة وزيت وخليها تبقى مدة 30 دقيقة غاية 35 دقيقة. البصل هذاك مع الموطرد مع الزبدة يعطي واحد البنة من أروع ما يكون. تشرب لك بلا ما تدير الماء، ديرها غطسيها وديرها في الكوشة 35 دقيقة وتجبديها، فان مقارون ولا أروع. إذا وصلنا لنهاية هذا العدد، شكرا طيب المتابعة والإصغاء، بقوا على خير إلى يوم الخميس المقبل، إلى اللقاء.